السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. نرحب بالمشتركات تاعي كامل، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. نقول لكم توحشتكم بزاف بزاف، غبت عليكم مدة طويلة، صدقوني كما يقولوا شدني عليكم هذاك شديد القوي. عندي شغالات بزاف هاد اليامات وعندي ظروف، راني نغيب عليكم في هاد الظروف. بصح نوعدكم اليامات الجايين راني حنشارككم كامل الحاجات اللي كنت نديرهم، وراني حنشارككم بزاف بزاف حاجات. كملوا هكذايا كما نقولوا، قعدوا وفيات، وكما يقولوا ناس زمان ماشي اللي بعيد على العين بعيد على الخاطر. ان شاء الله نقعد في قلبكم وفي خاطركم، حتى ولا راني نغيب عليكم كما قلت لكم لظروف. الله غالب، جينا هكذايا فترات عندنا فيهم ظروف، يجونا هكذايا عندنا شغالات، بالك يبانوا لنا هكذايا حاجات. وكما قلت لخياتي وكما مداريا نشارككم بكلش اليامات الجايين بإذن الرحمن، راني رايحة نشارككم كامل الحاجات كما نقولوا اللي راني حابة نشارككم بها، بصح في الوقت المناسب ديالها. خياتي كما راكم تشوفوا هنايا، راهو شغالات تاعي ولا قبل رحت هكذايا لدارنا لما مع سخاوتي وخواتاتي وميمتي العزيزة، ربي إن شاء الله يطول في عمرها ويطول في عمر ماليكم كامل، واللي ماليهم غايبين على هاد الحياة وفارقوها قولهم ان شاء الله تصيبوهم في الجنة بعد عمر طويل، امين يا رب العالمين. روتين تاعي اليوم خفيف ظريف خياتي، حبيت نطلع عليكم، قلت يا نوال حشمي على عرضك شوية وطلي على خياتك اللي تقلقوا عليك، وراهم دايما يخلوا لك في التعليقات يقولوا لك يا نوال وين راكي غايبة توحشناك. على كل حال راني نطلع عليكم في القناة الثانية اللي هي مطبخ نوال كويزين فاسيل، راني يوميا نشارك معكم وصفات خاصين بالعيد، راني ندير لكم حلوة، يعني راني شاطرة، راني نحط فيها يوميا وصفات خفيفة ظريفة هكذا تصيبوهم لليوميات تاعكم ولا حتى للعيد. ادخلوا ليها، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ونزيد نخليه لكم بإذن الله في تعليق مثبت. وتانيت تدخلوا لي، راهي مهتمة بالوصفات فقط وحبت تستفاد من الوصفات، يعني من غير روتين راهي حتصيبهم في هذيك الوصفة. الروتين تاعي راهو يعني كما نقولوا راهو من كل بستان زهرة، فيه شوية من الجمعة، فيه شوية من السبت، فيه شوية من السمانة اللي فاتت منين ما تتيح لي الفرصة. يعني ما للأمانة ما صورتش هذاك الروتين تاع نهار كامل، منين ما تتيح لي هكذا فرصة نصور شوية وشاركت بها الأخوات. المهم هذيك الطعيمه طابت، كليناها بصحه ولهنا. وهنايا جست ناسبيغي هاد الزربيات تاعي، قلت يعني الدنيا كانت مقيقيه ومازال ما درتش هذاك يعني النفضه هذيك المليحه تاع العيد. هاد الفيديو خياتي للامانه كان مصور، واش قلت لكم كانوا لقطات بزاف مصورين، هيا قلت نشارك معكم هاد الفيديو. هاد الاسبيراتور خياتي الماركه تاعو ملتي سمارت، ممتاز. الناس اللي كانوا ديجا شراو اسبيراتور بالي وكانت خلاصت الكميه، جبت لكم حاجه ما خير، جبت لكم هدايا الاسبيراتور تاع ملتي سمارت اللي راهو يدير 1,290,000، فيه 800 واط، ياسبيري تري تري بيان الارض. نقدروا نستعملوا هكذايا شغل ياسبيري ليك، وكي نبدلوا برك لي بياس هاد الفرشات ولا هاد القطعه اللي تاسبيري لنا الارض، سوا باركي ولا كارلاج ولا دار دو سول، ياسبيري تري تري بيان. فيه هادوك الشيتات تقدروا ترفدوهم، تقدروا تحطوهم هذيك القفلات، تقدروا تاسبيريو الزربيه كيما تاني تخياتي، تقدروا تاسبيريو هكذايا كيما قلت لكم الارض ولا الباركي. هاوليك لاسبيراتور تاعنا ملتي سمارت كيما قلت لكم شباب بزاف بزاف، متوفر عفوا باللون الازرق ومتوفر باللون الاحمر اللي راكم تشوفوا فيه. السعر تاعو 1,290,000، التوصيل للعاصمه 40,000، الباقي الولايات 70,000، والدفع عند الاستلام متوفر كيما العاده عند لاكازا دالجيري اللي راهي دائما توفر لنا المنتوجات الممتازه. شوفوا هنا خياتي، يعني الزربيه كانت مقيقيه والارض كانت مقيقيه، الكميه حاشاكم تاع الغبار وتاع الشعر اللي جبدها كامل هاد لاسبيغاتور اللي اكثر من رائع. خياتي باش تطلبوا هذا المنتوج هاوليك نيميرو تليفون راهو خارج لكم على الشاشه، ولا نخلي لكم الصفحات الخاصين بلا كازا دالجيري، سواء صفحه تاع الانستغرام ولا السيت تاعهم ولا صفحه تاع الفيسبوك. اكيد راكم رايحين تطلبوا المنتوج كما قلت لكم، يوصل لكم لغايه باب المنزل، شكله انيق وخفيف بزاف بزاف في الخدمه، صدقوني ممتاز. يعني كل مره نزيد نوري لكم اسبيراتور ماشي معناتها اللي قبلوا ماشي مليح، بالعكس حنا دائما ماذا بينا نزيدو نجيبو لكم الحاجه اللي تكون خير من الحاجه اللي كانت. هذه هي كما نقولوا الحاجه اللي رانا حابين نرضيو بها هكذايا المشتركات تاعنا، ولا حتى لاكازا ترضي بها الزبائن تاعها. هنا خياتي حبيت نديرو هاد البريوش خفيف ظريف، خاصة الناس اللي تصوم ولا الناس هكذايا اللي تحب تشرب قهيوة حليب، وفي الصيف تاني تخفيف ظريف. درت كاس تاع الماء، زوج مغارف تاع حليب غبرة، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، زوج مغارف تاع السكر،
4 كاس تاع الزيت، ودرت هنا شويه تاع الفاني شويه تاع الملح بطبيعه الحال. عندي حبيبه تاع ولاد الدجاج، وعندنا ملهيك هذاك المبشور تاع القارص ولا تاع تشينا، الحاجه اللي متوفره عندكم، زائد كيس خميره كيميائيه. هادو هما المكونات اللي نسحقوهم في هذا البريوش، حاجه بين كيس تاع خميره كيميائيه ونلمو بالفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون هكذايا طريه شويه، ماشي هذيك العجينه العاصيه. نعجنوها، نديروا لها الكميه تاع الفرينه المناسبه، نعجنوها نخلوها تتخمر. هاد الوصفه كنت درتها لكم، بصح حبيت نعاودها لكم هكذايا على الخفيف خياتي، هكذا تستفادوا من الوصفه تاعها، وحاجه باينه تفرحوا بها العائله تاعكم. كما راكم تشوفوا نديروا لها كميه تاع فرينه ماشي بزاف، ماذا بيا تكون طريه باش يجيني هذاك البريوش يجي هكذايا هش. بعد ما لميتها هكذايا مليح، نغطوها ببلاستيك غذائي ونخلوها تتخمر، يعني الحله راهو سخون تحطوها من تصيبوها خمرت منايا. بعد ما تتخمر هذيك العجينه والحجم تاعها يتضاعف، نجوزو نشدو سنيوه ولا نديروهم هكذايا فرديين، ولا ديروها هكذايا خبزه شغل كيما تاع لامونه ولا مدوره، هذا اختياري. عندي منايا حبه تاع ولاد الدجاج، ونزيدو لها شويه تاع الحليب، ولا ديروا صفر برك وتزيدوا له ثاني شويه تاع الحليب. انا هنا حبيت ندير بابي كويسون، العجينه تاعي شوفوا كيفاش دوبله كيما نقولوا الحجم تاعها، واللون تاعها يجي بزاف بزاف شباب، باسكو راني دايرت لها هذاك مركز البرتقال. نحلو هكذايا بعد ما نقطعوهم غير هكذايا قريصات، نحلوها بين يدينا خفيفه ظريفه، ونديروا لها شوكولا تعطل هكذا، ماذا بينا نحطوها لداخل. كيما راكم تشوفوا كميه لاباس عليها، الا كانت الحاله سخونه بزاف بزاف وكان هذاك الشوكولا تاعكم شغل سايقه بزاف، تقدروا تدخلوها هكذا شويه داخل الفريجيدار باش يعني تساعدكم هذيك العجينه تلموها. شوفوا يعني ما تلاصق هذيك العجينه في اليدين ما والو، وديري كميه لاباس عليها، تشربي بها قهوه صباح والعشيه، يعني هكذا تفرحي بها العائله تاعك، ولا حتى تديها لوليداتك كي يروحوا هكذايا للبحر، تاني تراهي حتنحي الجوع وتجي ممتازه. نكمل الحبيبات كامل نحلوهم بنفس الطريقه، وحاجه باينه كي نزيدو نخلوهم شغل يتخمروا للمره الثانيه، باسكو نخلوهم داخل سنيوه يزيد يتضاعف الحجم تاعهم هكذايا باش يتلاصقوا مع بعضهم. هنا نجوز هاد الحبيبات كامل خياتي، ندهنهم بهذاك البيض اللي درت له شويه تاع الحليب، ماشي شرط حليب، تقدروا ديروا شويه قهوه شويه نسكافي شويه خلي، الا ما كانش عندكم كامل تقدروا ديروا حتى شويه خل ولا هذاك رب التمر. هاد الحاجات كامل يعطونا هذاك اللون شباب للبريوش ولا للمخبوزات تاعنا. بعد ما خليتها خمرت للمره الثانيه، دهنتها كما راكم تشوفوا، درت لها من الفوق شويه تاع الجلجلان، ندخلها الفرن على درجة حرارة 170، أنا الفرن تاعي هوائي، نشعل الفوق والتحت في نفس الوقت. شوفوا هذاك اللون الأحمر اللي طاتهولي، كي نقول لكم يجي من أروع ما يكون، يجي بزاف بزاف هايل خياتي، هاوليك هش خفيف كما نقولوا يعجب الباشا. ولا حبيتوا ديروا هكذايا خبيزات وحدهم، الناس اللي ما تحبش الشوكولا تقدروا ديروهم خبيزات فارغين من غير شوكولا، من بعد كي يطيب اللي يحب ياكلو وحده ياكلو وحده، اللي يحب يدير له شوكولا يدير له، اللي يحب يدير له معجون. يعني هاد الامور خياتي نتوما تتحكموا فيهم، ديري بالحاجه اللي راهي عندك. احنا كي نمدوا لاباس تاع الوصفه ولا نمدوا الوصفه حاجه واحده اخرى، تقدروا ديروها كيما راكم حابين، تقدروا ديروا حتى كريم باتيسيغ لداخل، تقطعوا هكذايا الحبيبه على زوج وديروا لداخل كريم باتيسيغ. المهم خياتي هنايا جست ندير شويه تاع المكرون حنا واش نطيبوا. هيا قلت هكذايا ندير شويه تاع الثوم شويه زيت شويه ملح شويه طماطيش تاع الباطا شويه عكري شويه حار، حبه فلفل مقطعه هكذايا صغيره، اللي يحب يزيد شويه بصل يقدر يزيد شويه تاع البصل، واعشاب عطريه، وقليتهم مليح مليح حتى هذيك طماطيش وكامل ولات تخرج منها هكذايا ريحه بنينه. نمرقها هنا، مرقت شويه زياده باسكو رايحه ندير هذاك المكرون لداخل من غير ما نغليه، يعني انا بالعاده نحب المكرون كي نغليه، اليوم قلت ندير هذا المكرون اكسبريس ما نغليه ما والوش، نكثروا برك شويه هذيك الكميه تاع الماء. درت زوج ريسان تاع الحار، تقول فلفل حلو ما حار ما والو عليها، درت زوج قلت يطلق برك هذيك الريحه، راني منين ما نشريه يجيني هذاك الفلفل ماشي حلو ماشي حار عفوا، نولي نرمي في كونجيلاتور نقولوش عليه خليه يطلق هذيك البنه برك. هذيك الشكل تاعو كيفاش يجي، يجي احمر ويجي هكذايا ملبي ويجي بزاف بزاف بنين.
خياتي الفيديو تاعي لحق للنهاية تاعو مع اليدوكاتي، نقول لكم تهلاو لي في روحكم، تهلاو لي في صحتكم، نقول لكم ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي يعطيكم على قيس قلبكم. اللي توحشتني وتحبني تخلي لي كلمه طيبه في التعليقات، واللي دعات لي هكذايا دعوه من القلب وقالت لي كلمه طيبه انا نقولها لك بمثلها. سنوني خياتي في روتين تاع العيد، ان شاء الله انا رايحين نتلاقاو بروتين هكذايا متنوع، نشارككم كامل واش درنا فيه من ذاك النهار. نقول لكم تهلاو لي في روحكم، تهلاو لي في صحتكم، وتبقاو على خير يا وجوه الخير.